بعد 20 عاماً تعلمنا الدرس وبصعوبة. لقد انهار الوضع أسرع مما كنا نتوقع. كم جيلا أمريكيا بعد تريدون مني أن أرسلهم إلى أفغانستان ليحاربوا؟ كم من المقابر الأمريكية بعد يجب أن نحفرها؟ ما من قوة عسكرية من شأنها أن تبني الاستقرار في أفغانستان؟ فهي معروفة بأنها مقبرة الإمبراطوريات. انتصار الأفغان لو انت مش هتفرح له كمسلم كان محتل من دولة معادية لدينه وقبلته، افرح له يا أخي كإنسان بيعشق الحرية وبيكره العبودية.